أخواته وعنوانهم ورقم تليفوناتهم. يعني نشوف هسه مثلا الاغاني مال العراقيه، قناه العراقيه كلها تقرا دريد عبد الوهاب. يعني من دريد عبد الوهاب؟ هل هو المنتج؟ هل هو المطرب؟ هل هو يعني الرجل، مثلا الرجل يجوز مسوي مشتري خلينا نقول هاي المكتبه اللي انباقت او تسربت. من مشتريها المكتبه؟ هي مال القناه العراقيه ومسجله بالحقوق الفكريه مال القناه العراقيه. زين نقول انباق شو؟ فهي اكو يعني يجوز الاي تي مال القناه العراقيه هم مقصرين صراحه. يعني احنا ما نذب اللوم على مدراء العراقيه، نقول الاي تي هم مو اصحاب خبره. هاي وحده. زين اذا 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 كان استاذ دريد او اذا كان هو عنده هذا هاي المكتبه الخطيره الغسان، نعم. هذول الاي تي العراقيه اللي هو الاي تي اللي صعد الشيء الاخباري او الاي تي اللي صعد البرنامج، فتدري هذا الادسنس باخباري وبكذا. نعم. فهم الوحيدين اللي يقدرون يحصلون على الاجازه، وهم اللي يقدرون يحققون النظام والنظام الامني وعدم التجاوز بين اي شخص بالانستغرام بالفيسبوك بالتيك توك باليوتيوب. يعني اني اذا انتشر علي فيديو لا سمح الله او اي واحد مالي موزي ف... او اي اراجع هذول الاي تي يشيلون هذه يحذفوه. المفروض اذا في حاله الدوله ده تمشي يعني نظام القناه مال العراقيه ده يمشي بطريقه صح، لكن هم ما عندهم ادسنس. لا ادسنس ولا ادسنس افلام ولا ادسنس اخبار، وما اعرف ليش يعني مش ينتظرون. زين. يعني على مود احنا نروح نربط ويا غير عالم، يعني مع احترامنا لاخواننا العرب متحملين بس لا اوكي متحملين بس احنا المفروض هاي كلها فلوس. يعني هذا حسب هسه ما فهمت استاذ نصرت، حسب ما هذا يعني الاجازه القليل اللي تحدثنا به ترى يعادل هذا الموضوع ماديا، وهاي السرقات تعادل النفط. احنا ليش معتمدين بس على النفط وعارفين هاي البوغات هاي كبيره ليش؟ مو احنا لانه يعني بلد اسلامي شوي، يعني هو ما يتقربون الى هاي، على بالهم غنى بس